أن يرحل من بطولة كأس الخليجي 21 من الدور الأول. الحظوظ لا زالت موجودة، لكن الحديث لربما عن أيام قادمة وعن مباريات قادمة إن استمر القطريون بهذا الأسلوب. الفرصة لا زالت موجودة الآن في الميدان، لأن للمنتخب قطر كرة ثابتة ومحاولة جول. جول القطري يصر في هذه البطولة أن يعود. القطري العنابي يرسم أجمل لوحة، والعنابي يفرح أهل الدوحة. اثنين المنتخب القطري، هدفين في وقت قاتل في شباك المنتخب العماني. الكرات الثابتة مرة أخرى سلاح البطولة، حضرت بهذه الصورة واستثمرت بهذه الصورة. والعنابي أيها الأصدقاء في كل مكان، عن طريق البديل محمد السيد من أول لمسة، لكنها أحلى لمسة تعيد قطر مرة